انا القانون كيقول لي ودا مسيتي في الشرف ديال الملك الخلي ضربك، عاش القانون، ما مسيت الشرف ديال صاحب الجلاله لان القانون غادي يديني للحبس. ولكن كيقول لي يمكن لي نشكي بالمستشار ديالو، هو قايلها يمكن لي نشكي بالوكيل العام، هو قال لها. هذه فيما يخص الشكايه اللي سجلنا ضد الوكيل العام ديال المحكمه ديال الدار البيضاء لسبب بسيط، لانه زوار محضار، زوار المحضار لانه قال بناء على حاله التلبس. وتوفيق بوعشرين ما معتقلش بمسطره تلبسيه، توفيق بوعشرين معتقل على اساس شكايه بالعنف الجنسي. الشكايه هو بحث تمهيدي، البحث التمهيدي كيمكن يدوز عام، عامين، عامين ونص، ثلاث سنين، ثلاث سنين وربع، ثلاث سنين ونص، اربع سنين الا ربع، وكخصو اما يحيل على قضية التحقيق، اما يحفظها من بعد اربع سنين كاين تقدم. نكونوا متفقين، اذا كان جنايه 14 عام، نكونوا متفقين في القضيه ديال الاخوان الله يرحم والديك.